أعلن الآن عن المركز الأول في مشروع تحدي القراءة العربي. محمد الشيخ ولد السيد، مبارك يا محمد. أولا الحمد لله، ثم الشكر لله، ثم أتقدم بعد ذلك بالشكر إلى اللجنة المحترمة التي رافقتنا طيلة هذا التقويم، كما أتوجه بالشكر إلى صاحب المشروع الكبير صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، صاحب مشروع تحدي القراءة العربي. أشعر بغبطة وسرور كبيرين لتحقيق أمل أطمحوا إليه منذ مطلع العام الدراسي، وهو خدمة مشروع تحدي القراءة العربي متابعة وتطيرا وتكوينا المشرفين والمحكمين. فكانت اليوم أحس بأنني أجتني ثمرة مجهود ذاتي مدعم بالكثير من الشركاء. ثانوية الامتياز اللغة العربية هي لغة الداد، لغة القرآن المجيد، ومن فاز في مسابقة من مسابقاتها فهو قد حقق انتصارا كبيرا.